انتصارهم هو بمعنى آخر. دائماً يسألوني شنو الأسباب اللي تدعو الشخص أن يتعاطى. طبعاً أسباب كثيرة، لكن واحد من أهم الأسباب هو الفضول. فضول تجربة وبعدين يدخل بهذا المأزق الكبير، الفضول. لأنه هواي ناس يقولوا لي إحنا متأكدين 100% أنه المناطق الشعبية أو المناطق الفقيرة هي اللي يكثر بيها المتعاطي. أقولهم لا دائماً، وهذه إشارة أعتقد أجهزتنا الأمنية وحكومتنا أيضاً ملتفتة إليها، أنه المسألة ما خاضعة للمناطق الشعبية، مثل ما موجودة بالمناطق الشعبية موجودة بكل مناطقنا الراقية، مثل ما موجود التعاطي بعوائل فقيرة علمياً موجودة بعوائل متعلمة واصلة إلى مراحل علمية جيدة، مثل ما موجودة بعوائل فقيرة مالياً موجودة عند عوائل متمكنة مالياً، مثل ما موجودة بالمناطق الشعبية والشوارع والأفرع هي موجودة بمراكز مهمة داخل بغداد أو المحافظات. الفضول هو اللي يدفع المتعاطي أنه يدخل بهذا الطريق المظلم، ومو بالضرورة يكون التعاطي على مادة الكريستال اللي هي المادة الأخطر. نشوف أكو تنوعات كثيرة بالإدمان، بالنهاية هو إدمان وضياع للطريق الصحيح والقوي.